ينضم إلينا أيضا للتعليق على هذا الموضوع دكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب. أهلا بك معنا دكتور أيمن. أهلا سيادتك يا فندم. ما هو موقف المجلس حتى الآن من هذا التدخل يعني من البرلمان الأوروبي؟ انزعاج شديد جدا طبعا واستنكار غريب جدا. احنا عايشين في حالة حقيقة سيئة جدا. البرلمان الأوروبي اعتاد يبدو أنه يعني أنه يهاجم مصر في هذه الأوقات اللي فيها استحقاقات بشكل مستمر. عندما يجد هناك استحقاق دستوري او استحقاق انتخابي يلاقي هجوم بلا مبرر. نحن الان يعني نحن اليوم حتى في حالات انتصار اكتوبر العظيم وهذه الاحتفاليه بمرور 50 عاما، هذا البيان العاري من الصحه تماما ازعجنا انزعاج شديد. لكن دكتور ايمن يعني تعلم ان الحدث يعني يحظى باهميه كبرى سواء في الداخل او الخارج، فلماذا يعني تعتبر ان اي رد فعل ازاء هذا الموضوع يعتبر يعني تدخل؟ لا هو تدخل سافر الحقيقه، لان سيادتك لما يكون في عمليه انتخابيه لسه بتبتدي ويكون هذه العمليه فيها مرشحين من كافه الاحزاب، نحن في حزب الوفد رفضنا هذا البيان واصدرنا اكثر من بيان، وانا كممثل عن شعب مصر في البرلمان المصري اللي عمرنا ما تدخلنا كبرلمان مصري في شؤون اي دوله اوروبيه او غيرها حتى، الحقيقه مستنكرين ده. احنا عندنا مرشح رئاسي، احنا عملنا توكيلات كتيره جدا جدا في كل شهر عقاري في جمهوريه مصر العربيه. صحيح يمكن اول يوم او اثنين برضه عشان نكون اكثر دقه كان في اشكاليه من التكدس الكبير جدا من اعداد المواطنين. احنا فوجئنا، احنا رايحين نعمل توكيلات عادي جدا للمرشح بتاعنا، فوجئنا بزحام مبالغ فيه، زحام ضخم جدا، وكان احنا يعني لاول مره بنشهد انتخاب بهذه الكافيه. طول عمرنا اصل احنا كشعب طول عمرنا كنا متعودين على الاستفتاء، للاسف سيادتك لو تذكر لما جت لنا الاله الديمقراطيه دي من فرحه المصريين نزلنا، الناس نزلت ملت كل مكاتب التوثيق على في ربوع المحروسه، فكانت الكثافه شديده. خطيبنا احنا كحزب الوفد الهيئه الوطنيه للانتخابات المشرفه على العمليه الانتخابيه برمتها، خطبوا السيد وزير العدل، زودوا عدد الموظفين، بقالنا كام يوم اهو 3-4 ايام مفيش ازمه اصلا على مكاتب الشهر العقاري، واستصدرنا مئات التوكيلات. يعني هذه الطريقه الحقيقه والتدخل السافر ده يعني هم يعني 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 الحقيقه قصدهم بيه حاجات المصريين فاهمينها كويس، خلاص بقينا احنا فاهمين ان الناس اللي بتتشدق بالديمقراطيه هم اللي بيمارسوهاش، بقينا فاهمين الناس اللي بتتكلم عن حقوق الانسان فاقرب اعتصام عندهم او مظاهره سلميه بيضربوا المواطنين في الشوارع بشكل فادح، ولا سيما ما حدث في باريس في الشانزليزيه يعني في ارقى مكان للحريات في العالم. الحقيقه البرلمان الاوروبي تعدى تعدي سافر مرفوض غير مقبول، حتى الوفد يرفضه، نواب البرلمان يرفضوه. معنى هذا دكتور ان المناخ العام للمرحله الانتخابيه في الفتره القادمه سيكون اكثر انفتاحا، اكثر حيادا، اكثر موضوعيه؟ لا هو بالفعل في حياد كبير جدا، نحن نتحدث كيفما نشاء، كل المرشحين يعني الحقيقه يعني حتى لو كان في احد المرشحين يتكلم عن التوكيلات احنا بنشوفه بيتكلم بحريه تماما ويجوب كافه المحافظات كيفما شاء، وده حقه طبعا القانوني والدستوري، والسلطه بعيده كل البعد عن العمليه الانتخابيه زي ما احنا شايفين، ما فيش اي تدخل، ما فيش اي ازمه. الحقيقه اللي بيحصل من البرلمان الاوروبي زي ما قلت لسيادتك ما هو الا انه يعني ازعاج او محاوله لتشويه العمليه الديمقراطيه. مجلس النواب هل هو بصدد اصدار بيان؟ ما فيش شك سيادتك هيصدر طبعا بيان عن المجلس، والمجلس عمره ما هيتحمل هذه الاليه السافره للدخول في شؤون مصر. مصر دوله مستقله، مصر دوله ذات سياده، التدخل في شانها الداخلي بالشكل ده الحقيقه يمس من هذه السياده شيء مقبول غير مقبول ومرفوض تماما، واكيد البرلمان طبعا هيصدر بيان في هذا الشان مفيش شك. نعم شكرا جزيلا لك دكتور ايمن محسب عضو مجلس النواب.